مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج ما وراء الجدران. راح نفتح للمرة الثانية قضية سيدة أنيسة اللي جات البلاتو ما وراء الجدران تطلب الطلاق من زوجها، وكان في اتصال مباشر مع زوجها هنا في البلاتو. هذا الأخير اللي تمسك بزوجته وعدها أنه يتوب على كل أخطاء اللي كان يقترفها في حقها، لكن بعد مرور الحصة وبثها اليوم أنيسة جات البلاتو ما وراء الجدران وعندها طلب آخر حبت تقدموا من خلال هذا المنبر. أنيسة مرحبا بك معنا في البلاتو للمرة الثانية. احنا حبينا نعرفوا أنيسة بعد بس البرنامج والحصة ديالك اللي كان فيه يعني تفاعل كبير من خلال الحصة، وكاين ناس بزاف ربما لاموك وبعض آخر لام زوجك لأنه بسبب النرفزة ديالو والعقلية ديالو والمعاملة ديالو ليك أطولك الحق، وكاين الناس لا قال لك كيفاش انت تطلبي الطلاق من هذا الزوج اللي يخدم عليك ويشقى وكان يعني اون ديبلاسمون هذاك النهار اللي سجلنا معاه الحصه. احكي لنا بعد مرور الحصه واش صرا في حياتك. انا كي قلت لي وليت خديتها راكم بصح هو ما تبدلش، وانا دوك الحل الواحد تاعي هو الانفصال. انا حبينا ماذا بيا سمحينا ماذا بيا انا ما نهضرش كاع في المشاكل هذوك اللي بيني وبينه باسكو ماناش حين نهضروا على المشاكل، ولكن هذوما مشاهدين تابعوا معنا كامل اطوار هذه القصه. كيفاش حبيتي انت يا سمحي لي فقط ما تبدلش، كيفاش حبيتيه يتبدل، كيفاش حبيتيه يولي ما تبدلش، واش حبيتي انت يا اي نوع من الرجال حبيتي؟ احنا فقط اذا ما عندك سوء جواب على هذا نمر سؤال اخر. ما عندكش جواب على سؤال الاستاذ؟ انا خلاص ما عنديش تقريب وجهه نظر يعني كيقول واش حبيتي خلاص انا قررت الانفصال خلاص دوك ما عنديش ما نهضر في حتى يعني حبينا نعرفوا انه كي جستي معنا في الحصه وهضرنا مع زوجك عاودتوا عشتوا كيف كيف تحت سقف واحد مع اولادكم، ولكن انت اليوم جيتي بلاطو تاكدي انه مستحيل انك تعيشي مستحيل. شحال قعدتوا كيف 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 بعد ما عاودتوا شحال؟ ملي يومين اسبوع اكثر اكثر. شحال قعدتي معاه يعني؟ ملي جات الحصة أسبوعين؟ آه. وكيف حكمتي باللي لم يتغير؟ يعني كيف استطعتي في أسبوعين يعني؟ هو خدام يضل في الخدمة ويضل في الولايات ويضل مسافر يعني. يعني دائما تشفي الكلمة تاعي الأولى اللي قلتها لك بأنك لعلك تسرعتي. دائما حس بأنك امرأة متسرعة. كيف تحكمي على رجل اللي ما تبدلش في 10 أيام يعني؟ ما على بالكش. يبدو يعني لي انك انت تنسحقي الشنفره. هو كان قالنا في المكالمه الهاتفيه قال لك يا انيسه شكون راح يرفدك؟ شكون راح يقبل؟ الله يحفظك. قال لك ما تلقايش الا زوجك راح يرفدك، انت اذا قررتي انك تلقي مع هذا الزوج وين راكي حتعيشي بثلاث دراري يعني ثلاثه اطفال وين تروحي؟ رسمتي حياتك. يا اختي انت امراه لا عقل لك، ما كيش عارفه واش راكي ديري، خليني نقول لك انا راني خايف عليك، كي تبان لي ما كيش عارفه واش راكي ديري. ما راكيش عارفه. ما يجيك حاله تحبي الطلاق بصح انت ما كيش عارفه وعلاه. ما تبان لي قضيتك ماشي راجل لا باليش. انا مانيش حابه نزيد نهضر في المشاكل هادو خلاص. هي تقول زوجها ما تبدلش وهي لا. تبدلت لا هي المشكله انت تبدلتي. هي المشكل ما فيهاش تقول لك انا ما درت حتى خطا. انت تبدلتي صح انا ما يعني اخطاتش انا لا ما درت ما خطأ. انت ما اخطاتيش ابدا ماشي غير راجل الذي اخطا ماشي ما اخطاتش بصح ما اخطاتش يعني راجل خدام قال لك انا نجيب الخبزه ونتعب على اولادي ويدخل عيال دار وقال لك كل خيلي تشفاي قال لك كي تشوفيني زعفت كل خيلي نسقم صح. يعني واش كي تسنى ظننت بلي مشكله الرجل والمراه هي انه الرجل لما يجيب لها كل ما تحتاج خلاص المشاكل. نعم انا نظن احمد ربي انا نقصد احمد ربي اذا وفر لها كل شيء يبدا المشاكل. نعم. هذا الرجل اللي هي تشكي منه راه حلم بالنسبه لنساء واحد اخرين. لا ولكن إيه عندما يوفر كل شيء يبدا المشاكل لانه خلاص صح. مشكله الحاجيات تهنينا منها ندوز الى مشاكل اخرى يعني ربما تحكم سيطره ربما مطالب اخرى ربما سلوك ربما كثير من الامور اللي تدخل في في ولكن حابه ديري له البدعة قولي لنا قباله وخلاص. نعم ولكن شيخ انا استاذ هذا الزوج يعني المشكل المشكل هذا اللي رانا فيه ماشي جاي من عندي. ولكن أنيسة انت راكي تتهمي فيه وتحمليه كامل المسؤوليه، قلتي انه الخطا فيه هو والمشكل هو وكذا. احنا زوجك عرف باللي انه راكي هنا في البلاتو والح واصر يعني يقولوا لي اعوان امن انه انا صر باش يطلع ويحضر البلاتو، وزميلي حسام راه اتفق معاه والح انه يدخل هنا البلاتو ما وراء الجدران يواجهك ويواجه ربما 43 مليون جزائري ويرضى الاتهامات. سيدي تفضل معنا
مراد شكرا. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مشاهدينا كما تذكرنا هذه القضية سيدي مرحبا بك. آخر مرة كان عن طريق الهاتف دخلت على الحصة هذه. لا شكرا على واجب. كنت أنت في مهمة كنت بعيد. نعم يعني شفت الزوجة ديالك قالت أنه تهماتك بأمور أنك كاين فيه تفاصيل حنا ما نعرفوش نفتحوا هذوك المشاكل، وأنت يومها كنت تعهد أنك راح تولي للدار معاها وحين تتهنى من هذوك المشاكل، وكنت طلبت أنها يعني تسعفك تعاونك. أنت وليد وليد خالتها واقيلا؟ نعم يا شيخ. يعني بنت خالتك هذه تعافوا بعضكم بعض؟ نعم تعافوكم. كنت صغير نروح لدارهم. هاي ليك انت ماكش جديد ماكش جديد عليها. نعم مو تعرفني حاجه بديهيه. رب العالمين نصيب نجمع بيناتنا. صح انت سيدي وعدتنا بعد الحصه انك راح تعيط لها وهذا ما تم، وعاودت وليت كيف كيف. عيطت لها وكي هضرت معها كي كنت في عنبه وخاطبتوني. عيطت لها قلت لها المفتاح راه عندي ما طلعي طلعي دراري وطلعي وصرا ما صرا والو جابها بليس الله يعلو يخزيه وخلاص. الله ينعلو يخزيه. وما كاينش الدار اللي ما فيهاش مشاكل للعوخ. كاش بصح كاينه حاجه الطيبه ليست غباء بل نعمه فقدها الاغبياء. هذه مفروغ منها. عاود هنا الطيبه ليست غباء ليست بل نعمه فقدها الاغبياء. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاخيه لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها من كثره خيره عليها. نمشوا على حسب الدين تاعنا واش راه يقول. وكان مانيش نقول لك الكمال لله عز وجل. كلنا بشر كاع نخطئوا ما كاينش اللي ما يغلطش. إذا أنا غلط قولوا لي غلط. أنا فيا عندي شوية نرفزة باسكو على الضغط تاع الخدمة نجي عيان. والله يا شيخ غير عييت لا سياست نجي نرقد نصلي الظهر واش درت درتي الفطور ما درتش. أبوك شنو ندير؟ نصلي الظهر نلبس حوايجي نعاود نروح للقهوة. قهوة كحلة وباكي دخان. والله ما نتغدى. قهوة كحلة وباكي دخان وأنت عندك زوجة في البيت. عندي مرا في الدار ما قدرتيش رفدي الإعلام. ولا ما تقبلتيش الفكره تاع مرتبطه زوجيا رفدي الاعلام قولي انا راني هنا كتافي يا واحد نحطك فوق الاخر مسؤوليتي بلا مزيتي مسؤوليتي نتحاسب عند ربي انا راني نداوس فيك للخير ولي لدارك وشدي ولادك وصلت عنا بالحبيب قولي لي الله يجازيك سبحان الله وبحمده. اسمح لي دقيقه كي تسمعي راجلك يقول لك نحطك في كتف كي يعيا نحطك في كتف واحد اخر كي تسمعي راجلك يقول لك هذا والو دماغك يقول لك والو دوكا سبحان الله خلاص خلاص انا يحبك اصبح يا اختي خويا اصبح تصالحي مع راجلك تصالحي مع راجلك عيطت له في الهاتف قلت له اختك هي دات دري خلات الكبير عندي يما وعند امان وقالت له نعطيك 200 الف وروح تهرب معايا هذه اللي راكم تشوفوا فيها ونقول لك حاجه اختي وليدي ما تيتموش فيا ويكذب استغفر ربي العظيم اسمح لي اقسم بالله غير هات لي مصحف شيخ راني متوضي لا لا هات لي مصحف دوك نحلف عليه دوك نحلف عليه يا سيدي هذه ماهيش حصه تاع فضائح سبحان الله وبحمده انا قلت لكم انا ما نداوش مع مادام مازال يكذب انا راني متمسكه ما نوليش انا متمسكه بالانفصال سمحيلي سمحيلي يا شيخ ومن بعد تحب ومن بعد نحكي لك كلش خاطش انا هكا ما نقدرش ما عنديش هو عنده هضره جيتي مع التلفزيون هضري خليني نسولك انا التلفزيون هضري انا عندي معلومه عندي لا لا هضري يا اختي سامحيني اسمعوا علي يا سي عبد الرحمن انت حابين تسقسي انا وكما شي انت كان الدراري خفت عليهم انت يا كنت تأدي فيهم وكما نجيش كاع انا ما نيش وحش انا ماشي وحش انا نروح انا 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 وكان انا ديت عندي انا ماشي وحش سمحي لي انا ماشي وحش يا اختي خليني نقول لك انا ما راني وحش اسمح لي هل تسمعينني المرأة اللي كي تقولوا تحب طلاق تروح للمحكمة انت علاش تفضلي تجي وسيلة إعلامية باش ديري هذه الضجة؟ جيت أنا وسيلة إعلامية اليوم كي خرجتي علاش جيتي لهنا؟ علاش ما عطيتيش المحكمة؟ أنا جيت على جال الدراري خفت كش ما يدير لهم كيف واش علاش إذا خفتي عليهم وحيد الأمن سبحان الله وبحمده كي متناقضة مع نفسك أصلا كي متناقضة مع نفسك فهمي روحك وش اللي تحمسي؟ صح كلمة تطلقي على شوف وليدي سنة أولى حاوزوا برا سنة أولى انت تحوس طفل ماشي سنه اولى هو زاد في ديسمبر خمس سنين دوك راكي تجبدي في السبايه خلاص دوك انا الحق خمس سنين ونص حوزوا برا من الدار زاد حوزوا للجنان زاد راح الباب تاع الجنان زاد حوزوا لبرا ضربوا هنايا دار له قوجه بلاكا وبعد ذلك انا على بالك وين رحت ما كاش بلاصه ما خلاص رحت الحقوق تاعهم صد حقوق الانسان مو واحد ما سمعني اصلا ما عندهاش اساس خلاص معليش ما كاش راكي تكذبي تقلا في نفسك كان يجوز عام ما كحفظه وليدي كان يجوز عام ما كخمس سنين ونص كنت محفظته له يا اختي يا اخت صالحتو شيخ خليني عندكم اسبوعين صالحتو سمح لي الشيخ خليني نكمل انا احكي لي من اسبوعين اما الماضي اسمح لي فقط اسمحي لي فقط زاد اسمح لي ومن بعد قال لي يا اخي عندك اسبوعين صالحتي مع راجلك خلينا الماضي ومن بعد رحت
تكلمنا وتصالحنا خلاص. رحت عند قاضي التحقيق عطاني ورقة واشتكيت به، ومن بعد هذيك قال لي سمع، ومن بعدك عيطوا لي لابوليس، قال لي خلاص ما نزيدش نعاود. قلت له خلاص انت رحت لابوليس والبلاغ تاع الشرطه، ورينا البلاغ، جيب لنا البلاغ. ها سيدي محمد، جيب لنا البلاغ تاع الشرطه اللي كتهضر عليه. راك تقض فيه وخلاص، يعني انت تهضر على الدراري تربوهم وحبيتوا ديروا. اسمح لي شيخ، زاد قال لي ما نعاودش، ما يزيدش يعاود نورمالمون. يا الاخت والله العظيم ربي السماوات والارض. زاد راح شفتي واش نقول لك، واش نهضر لك. زاد في رمضان اللي فات، رمضان اللي فات، رمضان اللي فات. يا اختي ما تنساش عندكم اسبوعين اللي تصالحتوا. خليني الشيخ نهضر. هي السبع السمعيني وخليك تهضر. كاو يتهم فيا. السمعيني عندكم اسبوعين يقولها لك ليك ولي. انا ما جيتش باش نكذب. يا وكي تحبي تجبدي العيفي راجل راح تصيبيه، ولو كان جيتي تحبيه تخبي هذيك العيوب. يكذب شي غايب يكذب. لو كان تبغيني وتبغي الاسره تاعك ما تجيش الا هنا ما تاذيناش. بصح ما تنساش يا اختي جيتي لهنا. شرفتي ناس معاك هما ليك. يا عبد الرحمن وسختينا كاع. يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن اسمعني يا عبد الرحمن، اعطيني الكلمه يا اختي، اعطيني الكلمه نعطيك الكلمه. عندكم اسبوعين تصالحتوا وتفاهمتوا ورحتوا للدار خلاص. قبل اسبوع يمكن تحكي لنا انا في الحياه. يا ودي يا راه تجبد في السوايس. اسمع 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 نهضر معاك. شوف الحال مادام مازالو يكذب. شوف شوف انا مانيش كذاب، انا مانيش انسان كذاب. وبعت صياغتها وجريت معاها ولقات الاعلانات وجريت معاها وتصرفت مع الناس في التليفون. هذه ماشي خيانه عظمى. اسكتي اسكتي خلي نكمل الهضره. اسكتي. ومن بعد قالت لي ودي اسمح لي شيخ، قالت لي انا شريت التراب. وين شريتي التراب؟ في بوكاره. قلت بالك لعل وعسى. اسكتي خلي نكمل الهضره. احترمي لي سكتي. قلت لك قالت لي روح. انا جيت تراب، رحت معاها وجريت معاها واني نخدم لها في الكوارط ودرت لها بلاتفورم وفوطوات باسمها التراب خباسكو صياغتها ما نسال فيه والو. انت وريه لي الراجل اللي في عمره 42 سنه يبني زوج ديار اللي راني ساكن فيها واللي بنيتها لها. وريه لي في الجزائر. قالت لي نتزوجوا هذه لا قدامك. قالت لي صحاباتي راهم يتزوجوا وحنا مازلنا. هذه اذا كتشوفي فيها. قالت لك طلق مرتك. قلت قالت لي والاولى. قلت لها الاولى صبري حتى نفري كوارط معاه. وكي طلقنا قعدت واقيلا عام من بعد ولا ما يلحق 8 شهور ولا 7 شهور. ورحت حوست عليها كانت تسكن في الحراش. سقسيت عليها قالوا لي مزوجه في سيدي عيسى. ورحت ليها وعيطت لراجلها سقسيت والحق. قال لك اللي سقسي ميته. ولحقت وقعدت مع راجلها في القهوه. شريت له قهوه وقعدت له. قلت له انا فلان كنت خاضي مرتك الفلانيه كذا وكذا. قال لي واش غير الخير. قلت له الا حبيت لوجه ربي راح نعاود نستبيت. دخلني نطلب منها السماح ودار لها حجاب. ويا فلانه انا فلان اللي كنت متزوجه به وسمحي لي الا غلطت معاك وبالك خسرت لك بالك جرحتك. المهم طلبت معها. يعني انت كنت خايف دعوه شرك. صحيت. يعني الشيخ دعوتين ربما الزوج العقيم والزوجه اللي طلقت. سمعت وطلبت منها سامحت له هذا. هي سامحت وسامحتني. قالت لي روحي عبد الرحمن راك مسامح دنيا واخره. خلينا عليا بصح الشيخ اللي يكذب على مرته يهينها او يهين فيا. احنا ما قدرناش نهضروا معك كيف زوجت خليك يهضر زوجك. بصح كي وصل لي كذب عليا خلاص. نعم انت يا غلطتي هو غلط لكن اكو تصالحت وخلاص. يا استاذ تراك استاذ قانون والشيخ الله يبارك. انت اولادك اولادك نهضر معاهم في الدار باش نتعامل معاهم تقول لي خليهم. عامل نهضر انا علاه ماشي اولادك هذو مانيش عارف. عامل نهضر كيما نتعامل مع اولادي. يعني تنزعج دوك هذه المعيشه نسقسيها يا مرا واش وجعك واش خصك واش كي مخصوصه. بصح انت ما تستهليش واحد في حال كيما انا. كيما تستهليش عبد الرحمن من الاخر. بصح شيخ انا ما تقولي والو تسكتي وتروحي لدارك واخر كلمه وزيدي تخرجي رجليك نقطعهم لك. لا 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 تقلق. راني قلت لك شيخ راني معمر راح الدمعه راح تهضرني. شوف خليني نقول لك واحد الكلمه. انا اليوم جيت معول. المراه هذه تولي لدارها باسكو شوف ما حقرتها ما ظلمتها. تزوجت بها على ربي ومحمد. جبتها من عند ماليها من دارهم من عقري دارهم. ما حقرتهاش. كنت نعطيها زوج ملايين في الشهر وعلى بالها هي. سقسيها إذا كاش نهار طلبت فتاتها ملح ولا قطره زيت ولا تكسات وما لا تعرات وما كسيتهاش ولا مرضت وما داويتهاش. سقسيها. نخدم زوج خدمات نبريكولي نديكونجيرو عند الناس نبريكولي. بصح انت شبعتي الخبز انت ما حمدتيش ربي. بصح رب العالمين تطولي ولا تقصري نحي لك النعمه هذه. ولادي واش ذنبهم كي راهم قاعدين برا؟ واش ذنبهم الطاهر وفاره وعبد الحق؟ ها ما قدرتيش تتزراري رفدي الاعلام قال موه ما قدرتش. الاخت انا نصحك يعني كي راجل قادر على مسؤوليتي ولازم تولي لزوجك وتتصالح وتنساي الماضي. والفكرة تعطلق. الفكرة تعطلق وتهلك مليار خطأ ومازال مبين. أقسم بربي العظيم ربي السماوات والأرض والملائكة على ما أقول وشاهد رب العالمين ما راني مطلقك وطرحي المجلس القضاء الأعلى.
تروح المجلس الاعلى الطلاق، ما راني نطلقك. وإذا راكي مرة فحلة وتقولي بتعلل اخرجي من الباب، عتبي باب ونوري لك عبد الرحمن وش يسوى. هكذا نهضر قدام الملا، باسكو حقرتيني بزاف واستغليتي الطيبة تاعي، لقيتيني انسان جونتي وعاقل ونحشم وليد خالتك لحمك ودمك، حبيتي تركبيني. أنا مانيش داندو، مانيش داندو ولا بوزينة، سمعتي؟ راني نقولها قدام الناس. لو كان جيتي مرة فحلة كنت اليوم كي تخرجي تقولي لي أنا راح على التلفزيون. بصح أنت كتمشي بالخداع، ما كاينش تمشي على ربي ومحمد. خلاص عبد الرحمن، خلاص. عمري ما خدعتك، بنت المراه في عمري كانت 16 سنه 14 سنه، نروح نخدم هنا في الجزائر نحفر الزيقوات للناس، عمري ما دنيت البنت الطفله. بنت المراه عمري ما لحقتها، عمري ما تبان لي الطفله في حياتي. ما نعرفش الشراب وما نعرفش الزطله وما نعرفش كاشي، ما نعرفشهم هكذا بعيني وما ندناش. مرة حرمه الله حرام. هكذا يقول القانون الكتاب تاعنا، طيعي زوجك. جنتك في الطيعة الطاعة تاع زوج تاعك ما كاش. عبد الرحمن يا أختي طيعي زوجك وتستطيعي زوجك أيضا. خليني عبد الرحمن، هاني أكرمكم الله، نجيب لك نسال الدار، هاني نسرق ونجيب لك الحرام، هاني نقول لك أذي الناس، هاني نقول لك روحي تزني، هاني داوس فيك للخير، هاني اللي فيك أنت ولادنا. أنت هاكي طلقتي نفرض وهاد جاتني في راسي وطلقتك، شكون يرفدك؟ خوك الرشيد قال لك أنا طاي ولادك ما عندي ما ندير لهم، ثلاثة دراري وين تروحي بهم؟ تروحي تطلبي؟ تروحي تقعدي في الجامعة؟ تروحي تخدمي ولا يقراو ولا تقري؟ واش ديري لهم؟ فهميني واش ديري لهم؟ بلاستيك في الدار، في الدار بلاستيك. هذه هي. اهدى شويه عبد الرحمن. وتقلقت يا اختي ولا غتقلق؟ ثمان سنين وانا رافد، ثمان سنين وانا رافد، وحشم تحشم تحشم تحشم. هذه ما يقدها لك، هذه رب العالمين. شوفي ربي في السماء والدوله في الارض، انت لازم لك سوسي تاع مدى الحياه. تغلطي تخلصي. قلت لك ديري النقاب، اسمح لي، قلت لك ديري النقاب في الدار ولا ما قلتلكش؟ زعما حشمتي وما حبيتيش تخرجي، انا راكي دايره تو دوك. دوك انا راكي دايره تو قدامي. عبد الرحمن خلي الناس تشوف، خلي خالتك تشوف. ها بركات بركات الحال. يا اختي بركات. ديري النقاب في الدار ما درتوش. بركات بلغ السيل والزوبه كما يقولوا خلاص. بزاف. وتخرجي دوك تخرجي تراعي وكراعي. يا عبد الرحمن خلينا نتكلموا معك. اروح عندي عبد الرحمن الله يجازيك. تعال عندي. ما تجيبش القرار. اروح عندي. اعطيني يدك. خلاص. قول لي باللي ما تجيش تعيط في الدار. اخذ. ما تعيش عياط لي قلق، ما تعيط على أولادك عندك الحق. خلاص حاجة نين في بدوة على طنسي. قل أستغفر، أستغفر رب العظيم وأتوب إليه. وأتوب إليه واصبر. وهذه الدنيا سأل حاجة علاش نعيش مخدوع؟ ما الحمد لله ما يستخدعك في شرفك. لا انا عيش مخدوع. لا لا الحمد لله طفله شريفه. لا تبكي فيا. لا لا والله لا لا انا شيخ انا عيش مخدوع. انا عيش مخدوع. واش درت انا في حياتي؟ ربي يحفظك. هذه شده وتزول. قلت الناس وطلبت منها السماح. خلاص خلاص دوك تتسقم وتستغفر. اذا بكت الرجال فاعلم ان تعرف تعرف قيمه عبد الرحمن الخدامه الراجل فحل اللي يجيب الخبزه لاولاده ان شاء الله. خلاص راكي ديري هكذا على خلاص هذه شده وتزول. خليها في قلبك، خليها في قلبك ما تخرجيهاش. عبد الرحمن استغفر، قل استغفر الله، استغفر الله واتوب اليه. علاه علاه الحاج علاه علاه؟ واش درنا احنا في حياتنا؟ ابشر خير. واش درنا احنا في حياتنا؟ علاه ابشر خير ان شاء الله. شدا وتزول يا عبد الرحمن. ما نحبش هكذا انا. شدا وتزول. نمشي سواس وانا نمشي سواس وربي كان. ايه انت راجل وخدام وتتعب وعلى بالنا كاع، ولكن شدا وتزول كاذب تاعها ربي. ما حبش تولي لطيق، ما حبش ترتب العاج، ما حبش ترتب. ترتب ان شاء الله. هذه دفعه حيه كبيره. لا لا ترتب باذن الله. خلاص عبد الرحمن خلاص. ضريتيني او زعفان يا ضريتيني. المشكل ماشي في الناس. خلاص عبد الرحمن خلاص عبد الرحمن ابشر دوك تتصلح وتستغفر. وعيني اي مسكينه مغمضه دوك قسما بربي العظيم. جيبوا لها قسما بربي العظيم وما جاوش ولادي يا قسما ما تدخلي لداري. ما راكي داخله لداري وتروحي مش عند عند بن كليطون ولا واسمو. يا الله والله ما تدخليها. ضريتيني او زعفان يا ضريتيني. المشكل ماشي في الناس. خلاص عبد الرحمن خلاص عبد الرحمن ابشر دوك تتصلح وتستغفر. وعيني اي مسكينه مغمضه دوك قسما بربي العظيم. جيبوا لها قسما بربي العظيم وما جاوش ولادي يا قسما ما تدخلي لداري. ما راكي داخله لداري وتروحي مش عند عند بن كليطون ولا واسمو. يا الله والله ما تدخليها. خلاص ابشر يا عبد الرحمن خلاص دوك تتصلح وتستغفر. نجيبوا لها راقي باذن الله. لابد من الرقية لا تأتي إلا بخير. اكتو امشي واش داروا لكم باش تقولوا ما تحبوش؟ علاش ما تخلي الحقيقة وتخلي الواقع وتروح؟ اي باينة ما هيش عارفة واش راهي دير. لا 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 شيخ عارفة واش راهي دير. شوف ما هيش في عقلها. شوف شخصين مسكينة. شوف شخصين ما نهضروش انا يعني اي نزاع بين زوج روحوا للراقي. هي مشاكل حقيقية.
بصح عقليتكم في زوج ماشي كيف كيف. هذا هو المشكله، هذا واش نقولوا انا يعني. شوف الشيخ سال، انا راني شوف المراه ماهيش عارفه واش يديها مسكينه، ولا لحقتها دعوه تاع الرجل الاول اللي مسكين ما يولدش وتخليتي عليه. شيخه وبكى راجلها اليوم. ايه والله عبد الرحمن وبكى يعني ما نعرفوش نعبر على بالك. شي ما نعرفش نعبر اختي انا لا لا احنا اللي خلنا التعبير. كاين حدود، كاين حدود المراه باش تخرج عند السيطره تاع الرجل تاعها. الرجل هذا الا ضربها ضرب مبرح. تخيلي انت، تخيلي راكي معذوره مقعده في الكرسي، ولا عندك مرض مزمن، ولا مش عارف ما تقدريش. لوحه كان لوحه شفنا قبيل الزوج اللي جازو قبل منكم مريضه. قولي لي قولي لي لوحه نرميك ها. عندك مرض مزمن نرميك. عبد الرحمن لو كان التمرض هذه مرض معوقه ولا تتخلي تخلى عليها. والله ما نخليها. يمات اولادي، يمات اولادي. انا يمات شوف العجوز يمات 77 ولا 78 زايده في الرباط. الهضره تاعنا شوفي كانت تطلقني وحدي. استنى خليها تسلم لك على راسك. احبس انت احبس. تطلب لي مني السماح وترد لي اعتبار الزوج. خلاص هاي حتسلم لك على راسك. سلمي له على راسه وخلاص وتنحي والخلع. هاي تفضلي هذا زوجك. نطلب منه السماح برك بصح ما سلم. ما تسلميلوش على راسه. نطلب منه السماح برك. علاه اطلبي منه السماح؟ انا طلبت منه السماح. نعم ما سمعتش انا. سمعت قوليها قدام 40 مليون. يطلب السماح. قوليها قدام 40 مليون جزائري. ايه استنى خليها هي تقولها. ايه تقول من عندها. هاي انا ودي سلمي على راسها. انا طلبت منه السماح. وين كنت طلبتي؟ دوكا انا نطلب منه السماح. قولي له اسمح لي يا زوجي وان شاء الله الامور تتصلح. قولي انت. اسمح لي. تفضلي. ثقيله تقوليها. ماشي جاتني ثقيله بصح. هيا سلمي له على راسه وخلاص. تروحوا تروحوا زوجين ولا باس بكم. اعطي لها راسك تسلم لك عليه. يا ودي تقول له غير سمح لا لي. لا ما ما عزة نفس عندك. ماشي مسألة عزة نفس. انا جيت مظلومة حتى وليت انا ظالمة. شكون قال لك ظالمة؟ واحد ما قالتي ظالمة. احنا نصلحوا بيناتكم. واش بيك انت؟ واحد ما قال ظالمة. هذا كان تروحوا كيف كيف. ما تخلطيش شعبان في رمضان. خلاص ابشي روحي نحي هذا الخلع. تصالحي مع زوجك. أوكي أنا ننصحك. إذا غلط في حق هذه المرأة أقول لها سمحي لي وبينك وبينها وش... شوفي أنا قدام 40 مليون نوعدك وعد الحر. وعد الحر وعد الحر دين عليه. هاني عاودتها لك. ون وعد وفى ون وفى دخل الجنة. نوعدك إذا زدت عيطت عليك ولا زدت كسمت كتفل هكذا افتحي حجابك ما تهدرش معي. كاع 40 مليون تسمع فيا. بصح يا عبد الرحمن اسمح لي يا عبد الرحمن. وسمحي لي اسمح لي وسمحي لي سمحي لي سمحي لي إلا غلطت معاك. هذا واش نقول لك يا بنت الناس. قال لك اذا غلط في حقك سمحي لي. تسمحي له؟ انا نتجوز على جال ولادي. سمحي له خلاص سمحتي له نتجوز. تجوزي ولا خاطش مازال ما شفتش حتى نشوف. هاكي عشت اسبوعين ما ضربتش ولادي. شحال خير فرق ما بين نتجوز وما بين نسمح. تسمحي له ولا تجوزي؟ انا نتجوز على جال ولادي. على جال ولادي نخلوا حنا التعليق اليوم المشاهدين. تجوزي وغدوه تسامحوا ودوك تروحوا للبيت وتتلاقى مع ولادكم ويديكم تحوسوا واعطي له وقت مسكين يروح يخدم عليكم. هذا انا فهمتو. هذا تاع خدمه ماشي تاع رقاد. هذا يوقد للزوج يهبل. انيسه واش قلنا في الختام؟ نقول لكم تعطيكم الصحه. هذا مكان. هذا مكان. وشكرا جزيلا. والعفو. اليوم راكي رايحه لبيتك ان شاء الله. اليوم ليس الى المحكمه. لا لا انا مادام انت قلت الشيخ انت راك فوق راسنا. الله يحفظك. قلت تولي نولي. تولي لراجلك خلاص. هي الحمد لله. هذا الذي نقول. ولي لزوجك نحي الامور من المحكمه. هو راهو تعهد خلاص. وكل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وتعيشي انيسه ما زيديش تعيطي لنا من زوج سمانات وتقول لنا حبيت نطلق. لا لا رجاء خلاص احتفظي بزوجك وبولادك وبني حياتكم والعائله ديالكم. ربي يجيب ساعه الخير وربي يجمع شمكم. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. اشكر استاذ قانوني الحاج شمس الدين. شكرا لك انت الاخت. خويا مرحبا. يعني مالغري كيما قلت لك لمحت لكم شويه بصح هناك الكثير الكثير. هناك الكثير الكثير. المسامح كريم. لا لا شوف كاين مثل اللي يقول اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد. وكاين مثل اللي يقول بلي دوام الحال من المحال. وعليها نختموا شيخ. ويبقى الامل او فيه مواطن معنا بحاجه مسه الى مساعده. احنا راح نستقبلوه مباشره بعد هذا الفاصل وركن ويبقى الامل. شكرا وفيك بركه.